فضيحة جديدة تهز اليونان. وفي وسط هذه القضية، وزير المالية السابق يورغوس باباكونستانتينو المتهم برفع أسماء أقارب له من قائمة بأسماء اليونانيين الذين لهم حسابات مصرفية في سويسرا. القائمة التي أخذت من مصرف HSBC وسلمت إلى وزيرة المالية الفرنسية السابقة كريستين لاغارد تضم 2000 يوناني يملكون حسابات مصرفية في سويسرا. فرنسا أرسلت القائمة إلى اليونان في العام 2010، لكن منذ ذلك الوقت اختفت أسماء من اللائحة. النيابة العامة والصحافة اليونانية تردد أن قائمة لاغارد تم تعديلها في اليونان. تم حذف أسماء 3 من أقارب بابا كونستانتينو من القائمة الأصلية. من الواضح أن الجني لن يعترف بجريمته قبل أن يتم اكتشافه، ما قاله الوزير عبارة عن مزحة. بالنسبة لي أنا الشخص المتواضع الذي يتابع هذا عن بعد. لا يوجد هناك دخان من دون نار. يجب في رأيي تسليط الضوء على هذه الفضيحة. السلطات القضائية سلمت القائمة للبرلمان اليوناني من أجل أن تطلع عليها الهيئة التشريعية لإعادة النظر فيها.